بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ما زلنا مع سيرة أمهات المؤمنين، وقد أخذنا محاضرتين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولها مواقف وأحداث كثيرة جدا. لذلك اليوم نتكلم عن بعض وليس الكل، أجعله 3 حلقات بإذن الله تعالى، عن حادثة الإفك، يعني حتى الإنسان يكون على الوصل، لأن الوقت قليل جدا، وحتى لا يكون المستمع يضجر ويمل، فجعلتها 3 محاضرات بإذن الله تعالى. حادثة الإفك، هذا الإفك معناها الكذب، يعني الكذب، يعني الله عز وجل ابتلى نبيه وزوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حتى يرفع شأنه وشأنها في الدنيا والآخرة، وحتى يميز الخبيث من الطيب، يعني من الصادق مؤمنا صادقا ومن الكاذب من المنافقين. وقد وقع هذه الحادثة، وقد وقع بسبب منافقين، وسنذكر إن شاء الله بالتفصيل وبالتفصيل وآيات التي نزلت وبرأت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من هذا الإفك. وقد جر بعض المؤمنين أن يتحدثون بهذا، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجلدوا، وقد جلدوا لكن المنافقين لم يجلدوا. السبب هو كما سنذكر إن شاء الله، حتى شد عذابهم يوم القيامة، لأن الجلد يمحي السيئة لأنها كفارة. الحديث سأبين قطعة قطعة وكلمة كلمة، نحاول نبين بعض الكلمات معانيها. روى هذا الحديث البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمهما خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. يعني إذا أراد أن يسافر يجعل قرعة، قرعة يكتب اسم فلان وفلان، ثم إذا طلع أي واحدة منهن أخذت معه إلى السفر. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فأقرع بيننا في غزوة أنها غزوة بني المصطلق، غزاها فخرج. قال: فأقرع بيننا في غزوة غزاها، هذه غزوة بني المصطلق كما ذكرت. قال: فخرج سهمي، يعني خرج اسمها، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب، بعدما نزل يعني حكم الحجاب، بعدما نزل الأمر بالحجاب والمرأة بالحجاب، النساء عن رؤية الرجال لهن، حجاب النساء عن رؤية الرجال لهن. فقالت: فكنت أحمل في هودج، فكانوا يحملون أم المؤمنين والنساء كذلك عن طريق هودج. هودج هو محمل له قبة تستر أو تستر بالثياب ونحو، مثل صندوق يوضع على ظهر بعير يركب عليه النساء ليكون أستر لهم يعني. ثم قالت: وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل، معنى قفل أي رجع، وقال: دنونا، يعني من المدينة، يعني تقربوا إلى المدينة. أن قصتها وقعت أم حال رجوعهم من الغزوة قرب دخولهم إلى المدينة. ثم قالت: قافلين أذان ليلة بالرحيل، فقمت حين
آذنوا بالرحيل، فمشيت يعني مشت لتقضي حاجتها منفرد، أرادت أن تذهب للخلاء يعني تقضي حاجتها. نزلوا في مكان قريب مدينة، هي خرجت من الهودج حتى تقضي حاجتها يعني منفردة، ما حتى جاوزت الجيش يعني تركوها لأن هي كانت ضعيفة البدن، ما حسوا فيها وهي في الهودج، هم ظنوا ما زالت على ظهر البعير. قالت: فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي، يعني لما انتهيت وقضاء حاجتي رجعت إلى المكان، فلمست صدري فإذا عقد، العقد يعني قلادة، قلادة كانت لابسة، كانت لابسة قلادة تعلق في العنق للتزيين يعني حتى تزين نفسها. قالت: فإن عقد لي من جزع، كانت عندي عقد يعني قلادة من جزع يعني معروف في سواده بياض كالعروق، يعني خرز، خرز يكون في سواد وبياض. عقد، قالت: فإن عقد لي بها من جزع، يعني مصنوع من جزع ظفار، ظفار المقصود يعني من مدينة اسمها مدينة في اليمن، يعني يعني مصنوع من هنا، وقيل جبل يعني قد انقطع. وصفت هذا العقد ثم قالت: انقطعت فلت، يعني ضيعتها، ضيعت عقدها، فالتمست عقدي، يعني بحثت عن عقدي وحبسني ابتغاؤه، يعني اشغلني عن ابتغاؤه يعني عن تحصيله. ثم قالت: واقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوا، يعني شالوا الهودج فظنوا هي داخل، ورحلوا اي وضعوه على بعير الذي كنت ركبته وهم يحسبون اني فيه. فكان النساء إذ ذاك خفافا، يعني مش سمينات ولا متينات، فلم يثقلهن اللحم يعني، إنما تأكل العلقة كما قالت، العلقة قليل يعني من الطعام. فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه، وكنت جارية حديثة السن، الصغيرة هي مع نحافتها صغيرة السن، ما حسوا وما شعروا أن هي في الداخل أو غير داخل، نزل نسوها. فبعث الجمل يعني أثاروه وساروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب. يعني بعد ما وجدت عقدها لما جاءت الجيش رايح قد ساروا وذهبوا. طيب إذا قيل لما لم تصحب عايشة معها يعني غيرها لما راحت قضاء الحاجة ليكون أدعى لأمنها، يعني إذا قلنا هكذا ممن يقع للإنسان منفرد، لكانت لما تأخرت للبحث عن يعني العقد ترسل من رافقها لينتظروها إن أرادوا الرحيل. أجابوا العلماء قالوا أن هذا من جملة ما يستفاد من قولها حديثة السن، لأنها لم تقع لها تجربة، يعني كانت صغيرة وما تعرف، يعني لم تقع لها تجربة مثل ذلك، وقد صارت بعد ذلك إذا خرجت لحاجتها تصحب كما سيأتي في قصتها، يعني أم مصطح، أم مصطح، فكانت ما تعرف هذه الأمور، كانت صغيرة وما تعرف هذه الأمور. ثم قالت: فأممت منزلي، أمه أي قصده يعني ذهب إلى مكانها الذي كنت به، وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون لي. فبينما أنا جالسة في منزلي يعني مكانها، مكان البعير، كانوا ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان الجيش إذا مشت مثلا قافلة مثلا حملة، فيترك واحد خلف بعيد
بحيث إذا سقط شيء أو أغمي على أحد أو سقط متاع أحد فهذا يجي يأتي به. فقالت هنا: فبين أنا جالسة في منزلي في مكاني وقد تلقفت بحجابي، يعني غطيت نفسي بحجابي، غلبتني عيني فنمت، فغطت بحجابها غلبت عيني ونامت. سبب من ذلك قد يكون سبب النوم هذا شدة الغم، وصغيرة هي الذي حصل لها في تلك الحالة. من شأن الغم الإنسان إذا يفكر أو يبكي ينام، أو ووقوع ما يكره فيأتي غلبة النوم يعني. أو أن الله عز وجل لطف بها فألقى عليه النوم لتستريح يعني من وحشة الانفراد في البرية كما أجابوا أهل العلم. ثم قالت، نرجع لكلامها، قالت: وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش. فكان صفوان يأتي من وراء الجيش يشيل المتاع والمغمى عليه أو الذي سقط من هودج مثل ما حسه ولا شعره، فهو كان يأتيه. فصفوان بن المعطل هو الذي كان من وراء الجيش، فأدلج فأصبح عند منزله. مقصود من هذا الكلام كأنه تأخر في مكانه حتى قرب الصبح، يعني حتى صار الصبح، فركب لظهر له يعني لبعير له ما يسقط من الجيش مما يخفيه الليل، يعني يجلسون في مكان، فهو إذا نسوا شيء فكان هو يأخذ هذا المتاع بحيث يحافظ عليه حتى يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالت: فرأى سواد إنسان نايم، بالصفوان شاف إنسان نايم ومغطيه، فأتاني فعرفني حين رآني. وكان هذا طبعا يشعر بأن وجهها انكشف لما نامت بغير شعور، هذا يدل كانت وجهها غير مكشوفة، لأنه تقدم أنه تلقفت بالحجاب كما قلنا ونامت. هي أخبرتها كذا، فلما انتبهت باسترجاع صفوان بادرت إلى تغطية وجهها. إذا هذا يدل تغطية الوجه واجب. ثم قالت: حين رآني قبل الحجاب، يعني قبل الحجاب كان يعرفها، فاستيقظت باسترجاعه، أي قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان شق عليه ما جرى لعائشة رضي الله عنها، يعني هو حزن عليها. هنا منافقين استغلوا هذه القصة حتى يتهمون أم المؤمنين بالزنا، فقال: إنا لله وإنا راجعون، وكان يشق عليه ما جرى، أو أنه اكتفى باسترجاع رافعا في صوته، يعني استرجاع المقصود إنا لله وإنا راجعون. ثم قد كان عمر رضي الله عنه يستعمل التكبير أحيانا عند إرادة الله أكبر يقول أحيانا، وفي دلالة فطنة صفوان وحسن أدبه رضي الله عنه حينما رأى عائشة رضي الله عنها. ثم قالت: فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي. خمرت ما معنى غطيت، يعني غطيت وجهي. ثم قالت: ووالله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، غير إنا لله وإنا إليه راجعون، حتى أناخ راحلته، يعني أنزل راحلته حتى تركب يعني، فوطئ على يديها فركبته أو فركبتها، فانطلق يقود الراحلة، يعني يمشي بالقدم يسحب الراحلة، حتى قالت: حتى أتاني الجيش بعدما نزلوا مغرين، مغرين المقصود نازلين في وقت
وغر. الوغر وقت الوغو هي شدة الحر، يعني لما تكون الشمس في كبد السماء في منتصف السماء يعني وقت الظهيرة. ثم قال المغرين في نحر الظهيرة وقت الظهر يعني، فهلك من تعب من تعب. فكان الذي تولى الإفك يعني الكذب الذي استغل هذا الموقف حتى يتهم بعرض النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله عليه وعلى من يتبعه. عبد الله بن أبي بن سلول قالت: فقدمنا المدينة، هي ما تعرف أي شيء، ما تعرف عن أي شيء. فقدمنا المدينة فاشتكيت، يعني مرضت، يعني حين قدمت شهرا السفر كان طويل جدا والناس يفيضون يخوضون بالكلام ما تعرف، والناس يتكلمون في عرضهم وما تعرف هي في البيت في قول أصحاب الإفك، أصحاب يعني الكذب. ثم قالت: لا أشعر بشيء من ذلك، وهو يربيني في وجعي، يعني يهتم بمرض، يعني أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف. المراد ما كانت تفهم الرفق من النبي صلى الله عليه وسلم الذي كنت أرى منه حين اشتكيت، يعني كنت حين مرضت إنما يدخل علي كما تغير علي النبي صلى الله عليه وسلم وهي ما تدري. يا سبحان الله، البهتان والإفك شيء عظيم يعني صراحة، خالص خاصة بالنساء. إيه والله، إنسانة شريفة وتتهم بعرضها هي فعلت فاحشة حقيقة، يعني تكاد أرض تنفجر، يعني صعبة جدا. قالت: إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول فيسلم ثم يقول: كيف تيك؟ كيف تيك يعني كيف حالك، يعني كيف تيك في اللغة صحيحة. ثم ينصرف: فذاك الذي يربيني أو يربيني عفوا، يعني أشك ولا أشعر بالشر، ما أعرف إيش، لكن في شر في شيء يعني. حتى خرجت بعدما نقهت، بعدما يعني تحسنت، هنا مصيبة صار، بعدما تبرأت وأفاقت من مرضها خرجت مع أم مسطح قبل المناصع. مناصع هي المواضع التي يتخلى فيها لقضاء الحاجة، هاي كانوا ما عندهم قبل، ما كان عندهم حمامات أكرمكم الله. النساء كانوا يذهبون بعيد في أماكن يعني خالية مكان قضاء حاجة، ثم بعد ذلك أصبح كنيفا، ثم أدخل الحمام في الحوش، ثم أدخل الحمام الآن داخل البيت، بعض البيوت حتى داخل غرفة يسموها أظن ماستر روم. قالت: خرجت مع أم مسطح قبل المناصع كما قلنا، وهو متبرزون متبرزون كقالت، يعني مكان قضاء الحاجة. ثم قال: وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، يعني النساء لا يخرجن إلا الليل، إلا الليل، نهار ما تخرج قضاء حاجة قبل الغائط. فكنا نتأذى بالكنف، الكنف كانت سارة لكن فيها رائحة، لا سيما إذا لا توجد مياه منادي صعبة يعني شوية. قالت: فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا، لأن يعني رائحة كريهة، بخلاف الآن بيوت فيها شفاطات ومراوح، وبعض البيوت حتى في منافذ في الحمامات. قالت: فانطلقت أنا وأم مصطح وهي ابنة أبي رهن ابن عبد مناف، وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق يعني قريبتها، وابنها مصطح ابن أثاثة. قالت: فأقبلت أنا وأم مصطح
أو مصطح ابن أثاثة، فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي عن جهة بيتها، وقد فرغنا من شأن، يعني قضت حاجتها، قضوا حاجتهم. قالت فعثرت أم مصطح في مرطها، يعني بثوبها، كانت تمشي، يعني المرط هي طبعا من الصوف، وكان الثوب طويل، فداست على ثوبها فتعثرت. فقالت تعس مصطح، سبت مصطح، تعس عثر، دعاء عليه يعني بالهلاك. قالت فقلت لها بئس ما قلت، عائشة ما تعرف. قالت لماذا تقولين هكذا؟ لماذا تسبين مصطح؟ أتسبين رجلا شهد بدرا؟ هي قالت أي أنت، أنت معناه يا امرأة، يا هذه أو يا امرأة، أولم تسمع ما قال؟ ما تعرفين إيش تكلم؟ قالت أم مصطح والله ما أسبه إلا فيك، يعني أنا ما سبت إلا لأجلك. قالت قلت وما قال؟ يعني ماذا الذي قال؟ يعني ما أعرف. قالت فأخبرتني بقول أهل، قالت يعني تحدثت عن حال الإفك. قالت عائشة رضي الله عنها فبقرت لي الحديث، ازددت مرضا على مرضي. يعني قالت عائشة رضي الله عنها لما بلغني ما تكلم به هممت أن آتي خليبا فأطرح نفسي فيه. الله أكبر، خليب معناه حفرة، يعني كانت من فزعها وقهرها تريد تمر نفسها في الحفرة. قالت رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ثم قال كيف تيك، سأل عنك العادة. فقلت أتأذن لي أن آتي أبوي، أنا أزور أبوي؟ قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر، أريد تعرف الخبر باليقين من الصدق الكذب من قبل أبوي يعني. قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ قالت يا بنيته هوني عليك، الله أكبر، ناصرة، والله هكذا الأم ينبغي. قالت هذه أم رومان أمها، يا بنيته خفضي عليك شيء، يعني هوني، لقل ما كانت امرأة قط وضيئة، يعني جميلة حسنة عند رجل يحبها، ولا ضرائر إلا كثرنا عليه. يعني هي تقصد بأنه ألقوا في عيبها. في رواية أخرى عند البخاري جاءت قالت أم رومان إلا حسدوها، يعني أنت جميلة ربما يحسدوك عشان هذا، لأجل هذا أخرجوا دعاية إن صح التعبير، هذا كان بسبب حسد يعني. ثم قالت فقلت سبحان الله، أولقد تحدث الناس بها يا وجاء في رواية أخرى في صحيح البخاري قالت عائشة رضي الله عنها لأمها وقد علم به أبي؟ قالت نعم. قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت واستعبرت وبكيت، فسمع أبو بكر رضي الله عنه صوتي من بكائها وهو فوق البيت يقرأ، فنزل فقال لأمي ما شأنها؟ قالت فبلغها الذي ذكر من شأنها، يعني الذي سمعت أنت. ففاضت عينه، لا إله إلا الله، شوف الأب الحنون. قال أقسمت عليك أي بنيته إلا رجعت إلى بيتك ورجعت، يعني أقسم أن يرجع. في رواية أخرى توجد رواية
أن الذي أخبر عائشة رضي الله عنها من حديث الإفك امرأة من الأنصار ليس زوجتها، وقد أخرج البخاري في صحيحه عن أم الرومان قالت: بين أنا قاعدة أنا وعائشة رضي الله عنها إذ ولجت، يعني دخلت امرأة من الأنصار فقالت: فعل الله بفلان وفلان وفعل بفلان، فقالت أم رومان: وما ذاك؟ قالت: ابني في من حدث الحديث. قالت: وما ذاك؟ قالت: كذا وكذا، يعني قصة عائشة. قالت عائشة رضي الله عنها: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم. قالت أبو بكر: قالت نعم. فخرت مغشيا عليها، يعني أغميت عليها، وبكاء وغم وهم، فما أفقت إلا وعلي حمى، يعني بدأت تصيب بحرارة شديدة بنافض، فطرحت عليها ثيابها فغطيتها. يعني الإفك، مش طرق حديث الإفك اجتمعت على أن عائشة بلغها الخبر من أم مصطح كما ذكرنا، لكن وقع من حديث أم رومان أمها، يعني ما يخالف ذلك. وطريق الجمع بين الحديثين أن سمع ذلك أولا من أم مصطح، ثم ذهبت لبيت أمها لتستيقن الخبر منها فأخبرت أم رومان، وهذا هو الصح. الجمع هكذا: سمعت من أم مصطح ثم من أمها. ثم قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى، لا يرقى يعني لا ينقطع، لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي. فهذه المحاضرة الأولى، حتى لا نطيل عليكم، فنستكمل إن شاء الله المحاضرة الثانية بعد بكاءها ماذا صارت، وكيف برأها الله عز وجل، وكيف شكرت الله عز وجل ولم تشكر أبويها، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شكر، لأن ما صدقوها، ما في أحد صدقها إلا بريرة، كما سيأتي إن شاء الله قصة بريرة. كان في عبدة عند عائشة رضي الله عنها، لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أجابت بما تعرف عنها من أخلاق طيبة، من حسن المعاشرة وغيرها. أكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.